جلسة وننتقل إلى القطاع المكلف بالنقل. عدد الأسئلة سؤالان. السؤال الأول عن إجراءات الحكومة لتقنين النقل التعاضدي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد النواب مشكورا. شكرا سيدة الرئيسة. السيد وزير المحترم، لا يخفى عليكم التنامي الكبير لقطاع النقل التعاضدي ولوسائل النقل غير التقليدية وما تلعبه من أدوار في الحد من التلوث وكذلك في تقديم خدمات النقل للمواطنين، وما جعل جل البلدان المتقدمة تتجه لتقنين هذه الممارسات والتشجيع عليها حتى ظهرت بعض الشركات الكبرى التي تقدم هذه الخدمات. في المغرب تنشط وتظهر هذه الممارسة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتستغل بعض التطبيقات الإلكترونية. لذلك نسألكم السيد الوزير المحترم، هل الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لوضع إطار قانوني وتنظيمي ينظم هذا النوع من النقل ويضمن سلامة مستغليه ويشجع على الاستثمار فيه؟ وشكرا. شكرا سيد نائب محترم، الكلمة لكم السيد كاتب الدولة. شكرا سيد نائب المحترم، وبالفعل كما تفضلتم الموضوع ديال النقل اللي سميتوه هي ديجا في التسمية راه حنا تنفتشوا على شي تسمية اللي تكون موافقة. النقل التعاضدي هو بالفعل من الوسائل اليوم ديال التنقل واللي أبانت في العديد من الدول وأساسا من الدول المتقدمة على أنها تعطي واحد النتيجة ديال التعاضد وديال التعاون وديال التشارك، لكن من الناحية القانونية اليوم في المغرب لا زالت عندنا الظاهر ديال 63 هو الذي يحكم هذا النوع من النقل، والدول التي تقدمت في المجال القانوني بناء على أحكام قضائية كما تم في فرنسا تدخلوها لأول مرة بعد ما صدر حكم قضائي ديال المحكمة ديال النقد، هو اللي جعل المدونة ديال السير الفرنسية حتى 2015 عاد دير هذا المقتضى اللي هو مرتبط بهذا النوع ديال النقد. في الدول الأخرى ككندا وغيرها والولايات المتحدة الأمريكية في 2012-13 كانت في تدابير اللي هي جهوية وليست على الصعيد الوطني. نحن الآن ما عندناش معطيات في الحقيقة اللي يمكن من خلالها نأكدوا على أنه في المغرب هذا النوع ديال النقل هو متطور ويحتاج إلى تطوير من الناحية القانونية ومن الناحية التنظيمية، لكن اليوم نحن في إطار البحث عن مآل ديال هذا النقل من خلال خلية اللي غادي تشتغل على هذه الفكرة على أساس أننا ربما إذا احتجنا لذلك في القريب العاجل نديروا تعديل الظاهر ديال 63 في هذا المجال باش ندمجوا هذه الفكرة ديال هذا النقل، لأنه إلى حدود الساعة هذا النقل تيقوم به غير المهنيين والسيارات اللي تيقوموا اللي تينقلوا فيها هي غير مرخصة باش دير النقل الجماعي للأشخاص، وبالتالي يحتاج إلى تطوير قانوني باش يكون في المستوى القانون. شكرا. شكرا السيد كاتب الدولة. تعقيب السيد نائب محترم. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيد الوزير على جوابكم والتفاعل مع التساؤل ديالنا. فاحنا اللي بغينا السيد الوزير هو الإسراع بالتقنين ديال هذا المجال، لا مشاحة في الاصطلاح كما تيقولوا الفقهاء، ولكن خصنا التسريع. علاش؟ لأن هذا المجال هذا الآن تيسائل واحد العدد ديال القطاعات، تيسائل التأمين وتيسائل حوادث السير وتيسائل حوادث الشغل وتيسائل مسؤوليه يعني السائقين والمرتفقين، وشحال ما تعطلنا تنخليو المجال العشوائي، وإلا جا العشوائي فتيصعب من بعد ذلك اننا نصلحوا هذا الاشكال. وهي اليوم السيد الوزير تنتفاجئوا ان بعض المجالات اللي رغم انها مقننه كالطاكسيات الكبار تزيدوا فجاه في العماله ديال سخيره الثمره جوج ديال الدراهم، والطاكسيات الصغار باقيين الان ساكنه تطلب باش دار يعني العداد وما بغاش دير العداد. اذا فخصنا نحاربوا العشوائي باش باجراءات استباقيه. وشكرا السيد الوزير. شكرا السيد نائب محترم. نمر الى التعقيبات الاضافيه حول هذا السؤال. هل هناك من تعقيب اضافي؟ لا تعقيب. رد السيد كاتب الدوله. شكرا السيدة الرئيسة. وبالفعل السيد النائب المحترم اليوم الموضوع هو مطروح في البرلمان، انت تكلمتي على الحدود اللي كاينه بين الطاكسيات والنقل الحضري وغيره باش تبين على انه بالفعل كاين وزارات اخرى وقطاعات اخرى هي التي تشرف على هذا النقل، وبالتالي الموضوع اليوم قلت راه كاين واحد الخليه اللي غتبدا تفكر في الاطار ديال الادماج ديال هذا النوع الجديد من النقل على اساس انه بالفعل يكون واحد النوع ديال الاستباق كما تفضل الفريق المحترم بذلك. شكرا. شكرا كاتب الدوله، انتهى الوقت. نمر إلى السؤال الموالي حول النهوض بقطاع النقل الطرقي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا. شكرا سيد الرئيس. سيد
كاتب الدولة، مدى أعدت الحكومة للنهوض بقطاع النقل الطرقي؟ شكرا سيد نائب محترم، الكلمة لكم السيد كاتب الدولة. سيد الرئيس، سيد النائب المحترم، هو موضوع هذا كبير ما يمكنش في دقيقة ونص نقولوا داكشي اللي درنا، لكن أنا منفتح باش نجي عندكم للجنة ونتذكروا في الموضوع بكل خلفياته. اليوم هذا القطاع ديال النقل هو قطاع جد متشعب وفيه فاعلين كثر وفيه قطاعات متخصصة كثيرة. اللي مهم فيه بالأساس اللي فيه اشتغال هو النقل ديال البضائع والنقل ديال المسافرين. درنا يوم دراسي في دجنبر 2018 مع مختلف الشركاء والمهنيين وخرجنا واحد الأرضية واحد التصور على التطوير ديال الأداء ديال القطاع ديال النقل البضائع اللي هو محرر منذ 2003 باش نخرجوا واحد دفتر التحملات بالإضافة إلى عقد برنامج مع المهنيين ديال القطاع. وفي نقل المسافرين أيضا كان يوم دراسي مع المهنيين، كافة المهنيين، فبراير 2019 اللي من خلاله عرضنا عليهم واحد المنظومة اللي غادي تكون حتى هي عقد برنامج مستقبلي واللي تنتظروا الآن المرجعات ديالهم على أساس أننا ناخذوا هذه الأفكار ديالهم باش ندمجوها في عقد البرنامج المستقبلي. الهدف الرئيس هو مزيد من المهنية، تأهيل القطاع وخلق تنافسية عوض اقتصاد الريع في هذه المجالات بالإضافة إلى حكامة القطاع. شكرا. شكرا سيد كاتب الدولة المحترم. نمر إلى التعقيبات الإضافية، هل هناك تعقيب إضافي حول الموضوع؟ تعقيب إضافي، أوكي. تفضلوا السيدة النائبة. تعقيب تعقيب. إلا بغى صاحب السؤال. شكرا سيد كاتب الدولة. سيد كاتب الدولة، لم نرقى بعد إلى مستوى تطلعات المواطنين الذين يعيشون في العالم الحضري دون الحديث عن المجال القروي والذي يعتبر محرك أساسي في القطاع الفلاحي والتجاري. سيد كاتب الدولة، ما زال المواطنون يعانون من النقل، حيث أن السكان المرحلين من مدينة الدار البيضاء إلى الأقاليم المجاورة يعانون الكثير، فمنهم من فقد عمله ومنهم من تم طرده من المدارس الجامعات، والسبب واحد ألا وهو غياب النقل ببعض المناطق. وهنا نتكلم عن إقليم مديونة الذي يعرف غياب جميع أنواع وسائل النقل، اللهم بعد سيارات الأجرة. سيد كاتب الدولة، البنية التحتية في هذه المنطقة ضعيفة، لا سيما في جماعة الهرويين والمشاطية، وبالتالي ومن أجل النهوض بهذا القطاع والرقي به يجب تأهيل قطاع النقل الطرقي من خلال تجديد أسطول الحافلات، تحسين جودة البنية التحتية خاصة في العالم القروي، وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة للاهتمام بالموارد البشرية العاملة بالقطاع وتحسين أوضاعها الاجتماعية، القيام بحملات تحسيسية توعوية بشراكة مع جميع المتدخلين والفاعلين في هذا المجال بهدف الحد من حوادث السير، العمل على حماية المواطنين من المضاربة في أسعار التذاكر خصوصا في أيام العطل والأعياد، وذلك من خلال تطوير نظام مراقبة وضمان المنافسة الشريفة. شكرا سيد نائب محترم، انتهى الوقت. شكرا. نمر الآن إلى التعقيبات الإضافية، تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير، نشكركم على جميع المجهودات التي تقوموا بها في هذا القطاع، ولكن نوصيكم خيرا بإقليم طاطا الذي يتوفر على 4000 طالب ويعانون يعني معاناة شديدة جدا من جراء شركة نقل يعني تستحوذ على الخط الرابط ما بين طاطا وأكادير. وبطبيعه الحال هذه الشركه السيد الوزير تتعاني من الحضره ديالها جد جد مهترئه الاعطاب بالجمله، مما يؤدي الى تعريض حياه هؤلاء الطلبه للخطر. وبطبيعه الحال حنا تعرفوا بانكم انتم تبذلوا مجهود كبير في مجال السلامه الطرقيه، ونعتقد ان المدخل الحقيقي لي يعني تعزيز السلامه الطرقيه ببلادنا يبدا باصلاح منظومه نقل المسافرين اولا، لان بطبيعه الحال التحسيس مهم جدا، ولكن الاصلاح ثم الزجر هو أهم. وشكرا. شكرا السيدة النائبة المحترمة، الكلمة لكم السيد كاتب الدولة. سيدة الرئيسة والسيد النائب المحترم، الفريق التجمع الدستوري في شق من جوابه تكلم عن النقل الحضري،
ديونا والهراوين هذو كلهم تابعين النقل الحضري، ماشي الفكره الرئيسيه اللي جات في السؤال ولا هي مرتبطه اساسا بالمحور ديال النقل الطرقي، لكن الافكار اللي جات لاحقا ولا هي مرتبطه بطريقه ديال التطوير والاداء ديال القطاع وايضا المراقبه وغيرها. نحن نحرص على انه بالفعل الوزاره مع مختلف الشركاء الاخرين نقوموا بما يلزم في هذا الاتجاه، وقلت انه عقد البرنامج وعقد البرنامج ديال نقل البضائع وديال نقل المسافرين غيمشي في هذا الاتجاه على اساس الرفع من المستوى ديال الخدمه وايضا الجوده اللي خاصها تقدم للمسافرين. الملف ديال طاطا السيده النائبه هو بالفعل راه هو عندنا ورحنا واخدينه بالرعايه اللازمه، هي شركه اللي هي قديمه منذ الثمانينات وهي تقوم بالنقل من الاقليم طاطا الى الاقاليم الجنوبيه وخاصه بالنسبه للطلبه. اتضح في الفتره الاخيره على انه بالفعل الحافلات اللي عندها ليست في المستوى المطلوب. نحن الآن بصدد إيجاد حل لهذه المعضلة المرتبطة بمستوى أداء الخدمة لهذه الشركة، على علم على أنه اليوم لا نعطي رخصا جديدة بما يعرف بالجريمات في إطار النظام القديم، ونحن نعمل في إطار الهيكلة الجديدة والتصور الجديد على أننا نعطي نفس جديد من خلال دفاتر التحملات وأيضا. شكرا لكم على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة.